السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التسعير الديناميكي، التسعير الديناميكي يعني تسعير بيكون متحرك أو مختلف أو مفيش سعر ثابت. عملية التسعير بتتم أوتوماتيك بدون تدخل البشر، وبتكون عن طريق معادلات برمجية والذكاء الاصطناعي، وبتستخدم بعض العوامل زي العرض والطلب أو المنطقة الجغرافية أو المنتج نفسه علشان تحدد السعر بشكل أوتوماتيك بدون تدخل البشر. زي ما قلنا، ممكن تستخدم عامل واحد من العوامل دي أو تستخدم كل العوامل مع بعض. زي مثلا التسعير بتاع شركة كريم وأوبر، هو بيعمل إيه؟ بيشوف العرض والطلب ويحط سعر بيتغير كل شوية، زي مثلا لو عدد الكباتن أكبر من عدد العملاء اللي بتطلب، فبالتالي هنا هو بيقلل السعر أوتوماتيك، ولو عدد الكباتن أقل من عدد العملاء فبيعلي السعر أوتوماتيك. زي كمان الفيسبوك او جوجل، مش قوي بس الفيسبوك اكتر، تلاقي سعر الاعلان بيختلف من منتج للتاني، وكمان من منطقة جغرافية للتانية، وكمان على حسب التفاعل وحسب المواسم. المهم ان كل ده بيحصل اوتوماتيك، تسعير ديناميكي بدون تدخل البشر. يعني نقدر نقول ان التسعير الديناميكي هو تسعير ما بيتدخلش فيه البشر اطلاقا، وبيتم اوتوماتيك عن طريق معادلات برمجية وبيستخدم فيها الذكاء الاصطناعي. أتمنى تكون المعلومة دي فادتك، واستناني إن شاء الله في فيديوهات جاية هيكون فيها إضافات ومعلومات قيمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.